الكرة المغربية سيتم إذن تدبيرها قريبا من طرف العصبة الاحترافية، واللي سترى النور في 25 من الشهر الجاري بعد أن تم تأجيل موعد التأسيس ديالها لأربع مرات. إذن شنو هي هذه العصبة الاحترافية؟ شنو هي الأجهزة اللي مكونة لها؟ وشنو هي الاختصاصات ديالها؟ في البداية خليكم مع التقرير ديال عبد الله جعفر. بعد طول انتظار، ميلاد العصبة الاحترافية على بعد أيام أو هكذا يقال. فبعد مخاض شبه مألوف يمهد لإخراج مشروع كروي لحيز الوجود، صدق المكتب الجامعي على المسودة النهائية لمشروع العصبة الاحترافية، أخذا بعين الاعتبار توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الآمر الناهي في الكرة العالمية. مهام والمولود الجديد الذي سيرى النور في 25 من الشهر الجاري ستتمثل في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي، فضلا عن تدبير البطولة بقسميها الأول والثاني والبطولة الوطنية للفئات الصغرى التابعة للأندية. كما ستمول العصبة مشاريع تنمية كرة القدم الاحترافية وتنفيذ العقوبات في حق الأندية والممارسين والمنخرطين وكل من لهم علاقة بالنظام الأساسي للعصبة الاحترافية. الجهاز الجديد سيتكون من 13 عضوا، من بينهم الرئيس وممثل عن المدربين والحكام والأطباء واللاعبين، وسيكون لهؤلاء الأعضاء دورين، الأول تسييري داخل العصبة والثاني استشاري داخل جامعة الكرة. العصبة ستتألف من العديد من اللجان تتقدمهم لجنة البرمجة والمسابقات ثم اللجنة التأديبية واللجنة المالية، وهو ما يعني بأن هذا المشروع سيمنح البطولة في قسميها الأول والثاني كامل الاستقلالية، وسيمثل بالتالي حدثا تاريخيا بكل المقاييس على اعتبار أنها ظلت ولسنوات طوال خاضعة لوصاية جامعة الكرة وفي فترة من الفترات للمجموعة الوطنية. العصبة الاحترافية مشروع كبير ومحطة تاريخية يحتاج نجاحها لتضافر جهود كل المتدخلين في الشأن الكروي، لكن قبل أن يخرج هذا الجهاز لحيز الوجود كثر القيل والقال عن هوية الرئيس المرتقب وعن كون المكتب المديري للعصبة سيتشكل من رئيس العصبة ورئيس جامعة الكرة أو أحد نوابه، وهو ما قد يجعل العصبة لا تتمتع بالاستقلالية المرجوة. ميلاد العصبة الاحترافية تأجل لأربع مرات، واليوم والتاريخ المحدد هو 25 من الشهر الجاري. ميلاد سيكون خطوة كبيرة للكرة المغربية في درب الاحتراف بالمعايير الدولية. الكرة المغربية التي توارت للخلف وسئمت دور الكومبارز، وهي التي كانت تلعب دور البطولة ذات يوم،